ما يتعلق بقرار تركيا والحكومة الليبية، هذا شأن سيادي لا علاقة لنا به ولا دخل لنا فيه. الحكومة الشرعية، حكومة السراج، أرادت أن تبرم اتفاق تعاون عسكري واستراتيجي مع دولة أخرى، فهما دولتان أخريان لا علاقة لنا بقرارهما على الإطلاق. أما ما يتعلق هل هذا ما يحدث في ليبيا خطير على الجزائر؟ بكل تأكيد خطير على الجزائر. إذا اهتز الأمن القومي لليبيا فإنه سيؤثر على الأمن القومي للجزائر، ما في ذلك شك. حدودنا واسعة جدا مع ليبيا، والجزائر دائما هي مع الحل السلمي وحل التفاوضي. والمعلوم أن الجهات الغير قانونية الغير شرعية في ليبيا هي التي ترفض الحلول الدولية، هي التي تتجاوز الحلول التي وتتوجز الحالة القانونية التي تؤكدها الأمم المتحدة، وهي التي تحشد يعني الكثير من القوى الخارجة عن القانون، يعني الميرسونار هادو، يعني الذين الميليشيات والميليشيات والمرتزقة الذي يأتون من العديد من الدول، والتي تدفع لهم أموال وأجور من أجل خوض معارك بالوكالة. فإذا نحن موقفنا وموقف الدولة الجزائرية احترام الشرعية، احترام شرعية الحكومة السراج التي هي الحكومة الشرعية القانونية، هذا هو موقف الدولة الجزائرية، وأن الحل يجب أن يكون بالحلول الحوارية وبالحلول الدبلوماسية.